جمعية 25 ألف الخيرية إحدى مؤسسات العمل الإغاثي في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، ساهمت بإيواء الكثير من العائلات الفقيرة والنازحة والأيتام وقدمت لها الدعم المادي والمعنوي. قدرنا نحسس لحد الآن 65 بيت وزواج 9 أشخاص وشراء قطع أراضي وتمليكها للناس، من غير الكفالات أكثر من 70 عائلة كفالة شهرياً. مشروعنا الجديد اللي هو كشار 25 ألف دينار بسنة 2020 خصيصاً راح يكون بناء 20 دار. بعد ما اشترينا الأرض الحمد لله وشكر قدرنا نسدد مبالغها. عائلة سامي أبو طه إحدى العائلات الفقيرة المستفيدة من دعم جمعية 25 ألف الخيرية بمنزل جديد لملم مآسي العائلة وأسعد أوقاتها. عائلتي تعبانة حيل، ولا كان ما عندي فراش هواية ولا كنتر ولا هاي، كلها ما عندي. زين زين، الخيرية هم بنون البيت. كانت قاعد إيجار وبيتنا خرابة، جت ناس الخيرة ساعدتني. الناس الخيرة بنت لنا البيت وقعدنا، وعندي معوقين، عندنا 6 أطفال، وهسه عندي معوق واحد ما أقدر أعيشته. وبالرغم من وصف الدعم الذي تقدمه الجمعية بالخجول من قبل مؤسسيها، إلا أنها أثبتت نفسها خلال فترة وجيزة في دعم الفقراء والمحتاجين. ناشدوا هواية ناس، هواية مسؤولين إجوا للفلوجة، يابا هاي وضعيتهم، هذا ابنهم معاق، رادوا بس يعني راتب، أقل شيء راتب يطلعوا له راتب، ما قدروا يطلعوا له. ناشدوا الحكومة الما بزعوا ماكو فايدة. جمعية 25 ألف الخيرية مؤسسة باتت حاضرة في الفلوجة بقوة بعد غياب الجهود الحكومية في دعم النازحين والفقراء، ويعول عليها أهالي المنطقة اليوم في انتشال الكثيرين من مآسيهم.